وأدعو السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لقراءة الإعلان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم السيد الرئيس، أصحاب السمو والفخامة والسعادة، السيد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أيتها السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، أتشرف أن أتلو على مسامعكم نص مشروع إعلان الجزائر. القمة 7 لرؤساء الدول والحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، إعلان الجزائر الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام، الجزائر العاصمة، 2 مارس 2024، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نحن رؤساء دول وحكومات منتدى الدول أعضاء المصدرة للغاز، تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، اجتمعنا بمدينة الجزائر التاريخية في اليوم 2 من شهر مارس 2024 بمناسبة انعقاد القمة 7 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وبروح من التضامن والتعاون. أولاً، نذكر بالإعلانات المنبثقة من القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالدوحة بدولة قطر سنة 2011 وموسكو بروسيا الاتحادية سنة 2013 وطهران بجمهورية إيران الإسلامية سنة 2015 وسانتا كروز دي لا سيرا بدولة بوليفيا متعددة القوميات سنة 2017 ومالابو بجمهورية غينيا الاستوائية سنة 2019 والدوحة بدولة قطر سنة 2022. ثانيا، نؤكد على ألف الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي. ب، التزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وعزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته في أمن وعدالة واستدامة الطاقة في العالم. ت، سعينا الحثيث لتسيير الفعال وتشجيع على استعمال الموارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ث، أهمية التعاون والتنسيق بين الدول أعضاء لتطوير البحث والابتكار والنقل المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات. جيم، دعمنا لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين وكذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة، قصد ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز الاستقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز. ثالثا، نقر ب ألف الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة
في العالم وضمان ولوج عالمي للجميع. إلى الطاقة في المتناول تكون موثوقة ومستدامة وعصرية. ب مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق الانتقالات الطاقوية عادلة ومنصفة ومنتظمة وشاملة ومستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات والأولويات الوطنية، وأن النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والحماية البيئة هي الركائز الثلاثة للتنمية المستدامة والمرتبطة والداعمة لبعضها البعض. ت المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز والقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي. ث أهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي ووضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية، إلى جانب سياسات طاقوية وتجارية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز والدول العبور. جيم الحاجة إلى اعتماد وممارسات قائمة على الابتكار والأبحاث موجهة علمياً لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى طاقة والحد من فقر الطاقوي. ح الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البتروكيميائية والكيميائية بصفة عامة، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الاستهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي والقضاء على المجاعة. خ الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات من أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الاستعمال الماكر للتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. رابعا نجدد ألف دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي وفي عزمها على تحقيق الازدهار لشعوبها، وكذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية. ب إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون المرافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديداً على الأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي. تا قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلباً على أداء الاقتصاد العالمي
وعزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة موثوقة للغاز الطبيعي. ث: أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد والأسعار عادلة مستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في المجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود. خامساً: نعبر عن ألف عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي وقدرتها على الصمود وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز الطبيعي وتوسيع استعمال الغاز الطبيعي للتنمية مستدامة وتخفيف من وطأ تغير المناخ والتكيف معه. ب: دعوتنا للاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى تكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية. ت: ترحيبنا الحار بالتوقيع على اتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالجزائر العاصمة. ث: عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي والصناعات ذات الصلة وذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في المنتدى الدول المصدرة للغاز. جيم: رفضنا لأي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ الإجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي واستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية. ح: دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية ومساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي ومواجهة التحديات المتعلقة بولوج إلى الطاقة وتعزيز تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة عادلة وشاملة مع حماية البيئة وبالتوافق مع برنامج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 وكذا أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063. خ: رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي بما فيها محاولات التأثير على الآليات ووضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية وهو ما يؤدي إلا إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. د: رفضنا التطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائل ضمان الأمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي مما قد يهدد باستفحال اختلال والتوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة. نؤكد على إرادتنا المشتركة لي: أولاً، ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير ومتاح ومرن وموثوق. أعيد: أولاً، ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير ومتاح ومرن وموثوق إلى جانب تسخير وتطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة وفعالية واستدامة. ثانياً، المرافعة من أجل استخدام أوسع
للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية والدولية كأداة استراتيجية على وجه الخصوص لمكافحة الفقر الطاقوي وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك إعطاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل وشامل ومزدهر، مع ضمان عدم التخلف أي أحد عن الركب. ثالثاً، المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئياً في مكافحة التغير المناخ والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، الجباية والنظام البنكي الدولي والتجارة العالمية. رابعاً، تعزيز استخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري والنقل البري وتطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة مجدي التكلفة لجميع المستهلكين. خامساً، دعم دور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد، بالإضافة إلى تسعير الغاز الطبيعي استناداً إلى مؤشر البترول والمنتوجات البترولية لضمان ثبات الاستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي. سادساً، تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال ترويج حضوره دولياً واستقطاب أعضاء جدد وتشجيع الشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. سابعاً، دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى وآلياته في المشاريع المشتركة قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار والتعاون في شؤون الغاز الطبيعي. ثامناً، الاستفادة من البحث من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور، من بينها التكنولوجيات الغاز الطبيعي والأبحاث الموجهة علمياً وبناء قدرات موجهة للابتكار. تاسعاً، التأكيد على أهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية. تاسعاً، التأكيد على أهمية الحاسمة للحفاظ على المنشآت الغازية الطبيعية الحساسة بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها وقابليتها للصمود إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة واستعمال الماكر للتكنولوجيات والمعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع. ورحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال إلى منتدى، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة. وعبر رؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، كذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها على كرم الضيافة والترتيبات المميزة المتخذة. انتهى نص المشروع إعلان الجزائر. شكرا لكم.